برج محمد السادس الذي يقع في مدينة سلا المجاورة للعاصمة المغربية الرباط، هو واحد من أطول الأبراج في إفريقيا بارتفاع يصل إلى 250 متراً ويتكون من 55 طابقاً. تم تصميم البرج من قبل المعماريين رافائيل دي لهوز وحكيم بن جلون، وشيدته شركة أوطوار التي يملكها رجل الأعمال المغربي الثري عثمان بن جلون. المشروع الأصلي كان يعرف باسم برج البنك المغربي للتجارة الخارجية، وكان الهدف منه إنشاء مقرخ جديد لمجموعة بنك المغربي للتجارة الخارجية في مدينة الدار البيضاء. وقد تم تقديم نموذج أولي للبرج في عام 2014، حيث صمم على شكل صاروخ يمثل الطموح والتطلع نحو المستقبل. وقد استلهم بن جلون فكرة التصميم من زيارته لوكالة ناسا في كيب كانافيرال بالولايات المتحدة الأمريكية. في مارس 2016 تم الإعلان عن تغيير موقع البرج من الدار البيضاء إلى سلا، وتم تغيير اسم المشروع إلى برج محمد السادس، وأصبح البرج يضم مكونات متعددة. الاستخدامات بما في ذلك الفندقة، المكاتب، السكنية والتجارية. وقد بدأ البناء في عام 2017 واستمر حتى عام 2023 بتكلفة إجمالية بلغت 3.5 مليار درهم مغربي. يعتبر البرج جزءاً من خطة تطوير وادي أبي رقرق، ويمثل أحد الرموز البارزة في القارة الإفريقية. ويظهر البرج التزام المغرب بالتطور العمراني والاقتصادي، ويعد مثالاً على الجمع بين التقاليد والحداثة في العمارة العربية الإسلامية، وهو معلم مهم يظهر التقدم الذي يشهده المغرب في مجال البناء والتطوير العمراني. الموقع: يقع البرج في مدينة سلا بالقرب من العاصمة المغربية الرباط على ضفاف نهر أبي رقرق. الارتفاع: يبلغ ارتفاع البرج 250 متراً، مما يجعله أحد أطول الأبراج في إفريقيا. التكلفة: تقدر تكلفة البرج بحوالي 4 مليارات درهم مغربي، حوالي 417 مليون دولار أمريكي. التصميم: صمم البرج ليكون مرئياً من مسافة 50 كيلومتراً حوله، ويتميز بشكله الذي يشبه الصاروخ على منصة الإطلاق. الاستخدامات: يضم البرج مكاتباً وشقق سكنية وفندقاً فاخر، ومن المقرر أن تحتضن الطوابق الأربعة الأخيرة مرصداً. الاستدامة: تم تصميم البرج ليشمل ألواحاً شمسية لتغطية جزء من حاجياته من الكهرباء، ويتضمن أيضاً أنظمة لاستعادة مياه الأمطار وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي. طموحاً يعكس التزام المغرب بالتطور العمراني والاقتصادي، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الرباط مدينة الأنوار، عاصمة الثقافة المغربية، والتي تشمل مشاريع عمرانية هيكلية كبرى. يقوم برج محمد السادس بوضع اللمسات الأخيرة على مدخله الرئيسي الكبير تمهيداً لافتتاحه دخل بناء برج محمد السادس، وهو الأطول في المغرب بطوابقه 55 مرحلة، الانتهاء قبل افتتاحه في عام 2024. يركز العمل الآن بشكل أساسي على بناء بوابته الرئيسية الكبيرة التي تفتح مباشرة على وادي أبي رقرق، النهر الذي يفصل سلا عن الرباط. المرحلة الأخيرة قبل افتتاح برج محمد السادس في الرباط. في الطابق الأرضي ينشغل العمال والرافعات بإكمال العمل على الأرض والسقف، بالإضافة إلى السقف العريض الذي يتدلى من الباب الرئيسي للبرج. إنها مسألة وقت فقط قبل اكتمال البرج المكون من 55 طابقاً. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن العمل في الطابق الأرضي يشمل بناء خليج صغير تطل على وادي أبي رقرق. إذا أعجبك هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب والمشاركة مع أصدقائك. شكراً لكم.